تشاهدون الآن. مين هم شركة جلال؟ احنا شركة جلال هي شركة عالمية متخصصة في الاستشارات العقارية في 80 دولة. احنا اكتر من 103 الف موظف حول العالم، مبيعات اكتر من 20 مليار دولار، عندنا فريق بيبيع وعندنا فريق بيدير وعندنا فريق بيبني. JLL من أهم شركات الاستشارات العقارية في العالم، أكتر من 200 سنة خبرة وفروعها بتمتد ل 80 دولة وبتمتلك 300 مكتب وبيشتغل فيها أكتر من 103 ألف متخصص على مستوى العالم. بجد أساتذة في مجال الاستشارات والتسويق والدراسات وإدارة المشروعات، وحجم مبيعاتهم تعدى 20 مليار دولار. شركة JLL بتقدم النهاردة لأهم المطورين العقاريين دراسات تنفيذ المشروعات ومؤشرات النمو في عدد كبير من المناطق الاستثمارية. تعالوا نقابل السيد أيمن سامي رئيس شركة JLL مصر عشان نتعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري سواء السكني أو الإداري أو التجاري. شركة JLL من أكبر شركات العالم في مجال الاستشارات، حريفة ريل استيت أو عشاق، بحس إن هم عشاق للريل استيت. حابب أدي نبذة للمشاهدين مين هم شركة JLL؟ احنا شركة JLL هي شركة عالمية زي ما قلت، هي متخصصة في الاستشارات العقارية، هي شركة مهنية بتعمل الدورة كلها بتاعت التطوير للغير من أول الدراسة، دراسة الجدوى، بنيجي بعد كده في مراحل مثلا الإنشاءات ممكن نساعد في الكونستراكشن مانجمنت أو البروجكت مانجمنت للمشروع، ثم في مرحلة البيع والتأجير، وآخر مرحلة هي مرحلة التشغيل، وممكن كمان إن احنا نبقى بنساعد في عملية البيع. شركة JLL اشتغلت في كم دولة في العالم؟ شركة JLL اشتغلت في دول كتيرة، بس مكاتبنا في 80 دولة، هم 300 مكتب. احنا اكتر من 103 الف موظف حول العالم، مبيعات اكتر من 20 مليار دولار. ده جيش موجود، جيش حول العالم. واحنا تخيل ان احنا بنقدم خدمات بس، يعني ما عندناش، لا نمتلك اي عقارات منتج بالظبط، هي منتجنا هو فعلا خدمات. احنا بنحاول نعلي او ندي فاليو اد للمطورين او المستثمرين او الشركات الاجنبيه اللي هم عندهم عقارات حول العالم، من خلال الخدمات اللي عندنا بنحاول ان احنا ندي ادد فاليو. بس غريبا ان شركه موجوده في 300 مكتب حوالين دول العالم كلهم، بيشتغلوا مع جنسيات كتير، كالتشرز مختلفه، تنوع منتجات رهيب. طب الايدج او القوه جايه ازاي؟ الايدج بتاعت JLL انها بتعتبر نتورك واحد، احنا شركه واحده. احنا هنا في مصر يمكن الشركه الوحيده اللي ممكن تقول عليها شركه اجنبيه من النوع بتاعنا، يعني اللي هو في كل الخدمات اللي بنقدمها، خصوصا ان احنا الشركات شركة JLL نفسها يعني بقى لها اكتر من 200 سنة. 200 سنة؟ فاحنا عندنا خبرات موجودة وكان لينا مشاريع، اقوى مشاريع في العالم، يعني اشتغلنا في اقوى مشاريع في العالم، فنقدر نطبق اي حاجة في اي بلد في العالم. هو ده اللي بيخلي JLL اقوى يعني، من او بتدي خدمات قوية. مصر محطوطة في خريطة JLL، يعني نقدر نقول من حيث القوة شايفينها ازاي؟ مصر سوق واعد وسوق كبير. خلينا نقول ان JLL مصر مش لوحدها، احنا نعتبر جزء لا يتجزأ من الشرق الاوسط وافريقيا، فدي برضو حاجة اضافة مهمة جدا ان احنا نقدر من خلال مكتب مصر لو في عملاء هنا مثلا محتاجين يعملوا اي شغل بره مصر نقدر نصدر الموضوع ده، ولو عميل من بره من الخليج او من اي منطقه اخرى عاوز يستثمر في مصر او يعمل دراسات في مصر احنا بنبقى معاهم، ولو شركه اجنبيه عاوزه تفتح مكتب جديد احنا بنساعدهم في ان هم يفتحوا مكتب جديد، بنعمل لهم الدراسه، احنا بنبقى زي عينهم او على السوق المصري. انا كنت قاعد في اجتماع ما في دوله خليجيه، فلقيت الشركه كانت بتعرض مشروع، يعني فمن ضمن نقاط القوه للمشروع ان هو باي JLL. المستثمر لما يلاقي JLL موجود اسمه على المشروع بيحس ان بثقه في ديو ديليجنس كتير اتعملت او دراسات كتير اتعملت عشان يتحط الاسم على المشروع. هي اهم حاجه ان احنا الدراسات بتاعتنا مش نظريه. ليه؟ لأن احنا عندنا فريق بيبيع وعندنا فريق بيدير وعندنا فريق بيبني، عندنا فريق كمان بيعمل كوست مانجمنت،
فاحنا عندنا ناس شغالين على الارض. التجربه المصريه بقى لها قد ايه معاكم في جي ال ال؟ احنا مكتب مصر فتح في 2010، فاحنا نقدر نقول داخلين على 14 سنه في مصر. يعني تواجدنا في السوق المصري يمكن قبل كده بخمس سنين او اكتر شويه. بالمناسبة السيد أيمن سامي خبراته بتتجاوز العشرين سنة في قطاع الدراسات والاستشارات العقارية، وهو تخرج في الجامعة الأمريكية باليونان تخصص تسويق، وشارك في تنفيذ العديد من المشروعات العقارية، ونجح باحترافية شديدة في إدارة فريق عمل شركة جي ال ال مصر، وهو كمان عضو في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والمجلس الاستشاري ولجنة التحكيم في معرض سيتي سكيب مصر. احنا دلوقتي بنقفل خلاص او قفلنا الربع الثالث من 2023، شايفين السوق ايه اللي بيحصل فيه، التغيرات اللي بتحصل في السوق في مصر؟ احنا دايما بنستغرب من اداء السوق المصري في وسط الازمات وفي وسط الاوقات الصعبه، بتلاقي دايما في اداء قوي خصوصا في السكن، خارج التوقعات. خارج التوقعات وخارج، يعني لو بصيت عليها بالطريقه العلميه هتقول لك في تضخم وفي فايده عاليه. ففي الظروف اللي زي كده اللي بيحصل في العالم ان الاستثمارات بتقل، احنا عندنا عمليات الشراء بتزيد. السكني مازال قوي جدا، يعني كل ما نشوف اي طرح بينزل اي حاجه بتنزل بنلاقي مره واحده الفيس كله اتباع. و2021 2022 احنا قلنا مبيعات غير مسبوقه، وحصل طبعا، واخر السنه لقينا ارقام كبيره جدا، والسنه دي لقينا ارقام اكبر. فالدنيا عماله في تصاعد في حته البيع، الاسعار عماله بتزيد، وده اللي بيخلي الناس تشتري. دليل على كده ان هو حصل 40 او 45% زياده في الاسعار. احنا بنتكلم على الريسيل مش على السوق البرايمري. انتوا طريقه قياساتكم للمؤشرات بتبقى على الريسيل او اعاده البيع بالظبط، مش على سعر الشركه بالظبط. نقدر نحس بالارقام بقى ازاي؟ القاهره الجديده، شرق القاهره 45%، غرب القاهره 40% زياده سعر. السعر بالمقارنه بالسنه اللي فاتت بالنسبه للربع الثالث بتاع السنه دي. الربع الثالث فقط بالظبط، بالنسبه للربع الثالث بالمقارنه بالربع الثالث السنه اللي فاتت اللي هو ربع الثالث 2022. يعني احنا عندنا شارك القاهره 45%، اكتوبر 40%. بالظبط، اللي اشترى في الربع الثالث السنه اللي فاتت 2022 قيمه وحدته زادت 45%. لو هنتكلم على الايجارات، الايجارات زادت ما بين 18 و22%، ده الافريج المعدل اللي حصل. طبعا في مناطق الناس بتتكلم انها زادت زياده كبيره جدا، في ناس وصلت 100%. انا اسمع في مناطق قديمه في القاهره اسعارها زادت اتحركت، وده ما كانش متوقع، لان الزيادات دايما احنا متعودين انها تبقى في المناطق الجديده. بالظبط، بالنسبه لعدد الوحدات احنا بنعمل زي باسكت في 100 كومباوند، كل شويه كل 3 اشهر بنشوف الاداء بتاعه. بالنسبه للاسعار دي هم في ال 100 كومباوند اللي احنا بنتكلم فيهم، وبالنسبه لعدد الوحدات هم 262,000 وحده اتسلموا في الكومباوندز دول. 262,000 وحده، 262,000 وحده بالظبط، متوقع يتسلم 9,000 وحده تانيين من هنا لاخر السنه. دايما انا عندي تخوف من حاجه، كميه الناس اللي اشترت بهدف المحافظه على ادخاراتهم. طب ما انا كمان سنه ولا سنتين اكيد هيحصل استقرار لسعر الصرف ان شاء الله. طب ما هي الوحدات دي هترد تاني، هيبقى في عرض كبير، معروض كبير. مش هيحصل، لان احنا اللي بيخلي السوق عمال بيكبر عندنا، الدافع اللي ورا الكلام ده النمو السكاني اللي عندنا، الزياده السكانيه. احنا الزياده السكانيه اللي عندنا كبيره جدا في مصر، كل سنه الطلبات عماله بتزيد. فاحنا مش في دوله بنعتمد على طلب خارجي، احنا بنعتمد على طلب داخلي. طلب حقيقي. المشكله اللي بتقابل الناس ساعات انها بتيجي تقول انا مش عارفه ابيع البيت بعد سنه او سنتين، مش عارفه ابيع البيت لانها شغاله مع مطور كبير، بيجي المطور ده عنده مراحل جديده، السنه الجايه بنروح ننزل مرحله جديده واللي بعدها مرحله جديده. فمن الصعب جدا ان الواحد لما يشتري وحده ان هو يعرف يبيعها طالما في طول ما المطور بيبيع معروض جنبه، والمطور بيبيع بالتقسيط وهو عايز يبيعه كاش، فده بيصعب عليه عمليه البيع. بس لما بتخلص المراحل بيجي مرحله، بيجي في وقت من الاوقات انه هيلاقي مشتري للوحده دي، وقيمتها فعلا هتحمي قيمه المدخرات بتاعته. طب ايه التحديات اللي انتم شايفينها موجوده في السوق العقاري؟ الحقيقه عدم استقرار سعر الصرف ده تحدي كبير جدا، ده مأثر على الاستثمارات. يعني احنا شايفين دلوقتي ان الاستثمارات الاجنبيه اللي هو احنا المفروض ان احنا نجذبها عشان الاقتصاد المصري اللي احنا محتاجينه جدا، في حاجات كتيره متاخره مستنينا ما السوق يستقر. في نفس الوقت التحدي ده بيبقى عند المطور او اي حد بيسعر وحده جديده او خدمه جديده، ده بيأثر على
التسعير بتاع الوحدة. التحديات التانية اللي موجودة في سوق، لو هنتكلم بقى على أنواع مختلفة من العقارات، التجاري عنده تحدي كبير جدا. عنده تحدي ليه؟ لأن هو الماركات العالمية مش قادرة تستورد، أن في عجز في الموارد الدولارية، مش قادر يستورد الحجم الاستيراد اللي هو عاوز يستورده. وفي نفس الوقت الزيادة السعرية اللي حصلت في المنتجات بتاعته بقت حاطة ضغط عليه في المبيعات، فبالتالي مبيعاته اتأثرت. خلي بال حضراتكم، السيد أيمن سامي رئيس شركة جي ال ال مصر هيحدد دلوقتي أخطر التحديات اللي بتواجه صناعة العقار في مصر، وتحديداً في الربع الأخير من سنة 2023، وكمان هيكلمنا عن تجربة المكسيك الملهمة في القطاع العقاري واللي ممكن ننقلها للسوق العقاري المصري. طب لو أنا عايز أعرف المؤشرات بتاعت التجاري والإداري. تمام، التجاري حصل فيه زيادة من 9-11% بس السنة دي، بس التجاري ده في سعر الإيجار، بنتكلم على الإيجارات في المولات الكبيرة أو المشاريع اللي هي تعتبر فئة ألف. بس الحقيقة التجاري بيسعر بالمصري، بالجنيه المصري، فهو ما يبقى عنده 9 أو 10 أو 11% زيادة في سعر الإيجار اللي هي زيادة سنوية طبيعية اللي على عقود الإيجار، ده مش مكسب كبير. لو اتجهنا للإداري، ملاك بتوع المباني الفئة ألف قرروا إن هم يقلبوا السعر بالدولار. في مباني كتيرة في القاهرة الجديدة وستة أكتوبر بيسعروا سعر المتر بالدولار، ده سعر الإيجار طبعا مش سعر البيع. الإيجارات ما قلتش عن السنة اللي فاتت، فبالتالي لو هنبص عليها ما بين الإداري والتجاري هنلاقي إن الإداري أداؤه أقوى بكتير. إحنا عندنا معروض كتير كمساحات، ولكن الجودة العالية في فئة كده، شريحة معينة قليلة. عندنا مثال في العاصمة الإدارية مع مبنى بتاع فوربس مثلا، اللي هو فوربس تاور اللي نازل، ده نازل نت زيرو كاربون. نتكلم على الاستدامة، الاستدامة دي بقت حاجة مهمة جدا بالنسبة للشركات الأجنبية، بقت بتبص عليها خلاص، ده بقى لازم، ده إجباري. يعني في ناس حاطة تارجت 20-30، في ناس حاطة تارجت 20-40. لو المبنى اللي هي قاعدة فيه ده على مستوى البورتفوليو بتاع العالم كله لازم يبقى سستينبل. النقطة دي مهمة جدا لأي حد بيبني مقرات إدارية، بيبني دلوقتي، اللي بيبني دلوقتي يسلم كمان 5-6 سنين. الشركات الانترناشنال أو الشركات العالمية خلاص مفيش غير مباني مطابقة للمواصفات الليد أو اللي هي السستينبل أو الاستدامة. معناه إيه ده بالنسبة للمطور أو المالك بتاع المبنى؟ مش هعرف يأجر، يا إما بتأجر نوعية تيننتس بيدفع أجر قليل، فبالتالي أنت مش بتعظم العائد على الاستثمار بتاعك. طب سؤال، اللي عمل مبنى مش مستدام أو مش مفهوش مبدأ الاستدامة، هل قادر إنه يحوله لمواصفات او مبادئ الاستدامه العالميه اللي بتدور عليها شركات المالتي ناشونال؟ بالنسبه للقديم على فكره، وده اللي بيحصل في المدن الكابيتال سيتيز، المدن حول العالم القديمه، ما انت عندك في لندن وباريس وفي برشلونه الحته دي كلها مباني قديمه بيعملوا لها ريتروفيتنج. احنا عندنا فعلا في ريتروفيتنج، يعني عندنا في الشركه قسم متخصص في الاستدامه، فعلا بيفرغوا المباني او بيعيدوا تهيئه المبنى ان هو يبقى سستينبل. الفرص اللي قدامنا ايه؟ اللي بيشتري سكني ده دلوقتي هو اللي كسبان. الفرص اللي موجوده بالنسبه لي طبعا القطاع السياحي ده كان حد من الربع الثالث كان شغال كويس جدا، كانت الاسعار عماله بتزيد، سعر الغرفه ما زادش كتير عن السنه اللي فاتت، ولكن نسبه الاشغال زادت 7-8%، فالعائد على الفنادق ابتدى يتحسن في الفتره، وبرضه ده عائد دولاري. نعم، في 8% زيادة على الدولار، يعني مش كتير، بس ده على الدولار مش على مصر، فده برضه. بس أنا شفت دراسة بتقول إن مصر القاهرة تحديدا، القاهرة محتاجة العديد والعديد من الفنادق الثلاث نجوم والأربع نجوم، عندنا عجز في النوع ده من الفنادق. هم شغال على الموضوع ده فعلا، يعني وفي عندنا مبنى في وسط البلد ابتدى يتحول الى فندق، يعني عندنا لايف اكزامبل زي ما بيقولوا، مبنى اللي هو التحرير ده ابتدى يتحول، وهم بيدرسوا فعلا ايه اللي هيتعمل في بعض المباني ومباني تانية كتيره في وسط القاهره. لكن بكلم الفئه السعريه بتاعت الفنادق الثلاث نجوم، في ناس بتبقى جايه بزنس او جاي زياره عمل، مش محتاج الفنادق اللوكجيريس او الفنادق اللي هي عاليه الرفاهيه. خلينا نرجع برضو من منطلق المستثمر اللي بيستثمر او بيشتري او بيبني فندق. هو احنا ليه ما عندناش غرف فندقيه كتيره بتتبني في مصر؟ احنا ما عندناش غير 600 غرفه فندقيه متوقع تسلمها من هنا لاخر السنه، القاهره الكبرى. القاهره
ولكن مش شرط ان كلهم يتسلموا. بالنسبه لمدينه زي القاهره اللي انت بتتكلم في 28,000 غرفه، ده رقم صغير جدا بالنسبه لاي دوله حوالينا، خصوصا ان احنا بلد سياحيه. بالظبط. ليه الناس ما بتديش فنادق؟ لان هم بيبصوا عليها كمستثمر العائد على الاستثمار. عشان تبني فندق هيكلفك كذا، هو بيعملها زي بياخد الارض بعدين بيشوف تكلفه المبنى كام، تكلفه الغرفه الفندقيه هتكلفه كام، والعائد على الاستثمار هيبقى كام. وكمان في حاجه، ان الفندق غير الريل استيت، يعني العقار انا باخد منك الاقساط وانا ببني، في الفندق انا بصرف اخر جنيه بالزبط. عشان اخد اول دولار. هي دي اللي بتخلي يمكن المستثمر بتاع الفنادق بطيء شويه. فرصه كمان هي التجاري، لو هنتكلم على الماركات المحليه، الماركات المحليه ابتدت تتوسع بشكل كبير جدا لان اسعارها بقت اقل من الماركات العالميه، فالناس ابتدت تتجه للماركات المحليه. من وجهه نظركم ايه اكتر المناطق نموا في جمهوريه مصر العربيه؟ لو هنتكلم على السكني مثلا، في توسعات عمرانيه بتحصل كبيره في الغرب وفي الشرق. القاهره الجديده الحقيقه ادائها كان اقوى وما زال اقوى لسبب ان في عناصر جذب كبيره جدا. القاهره الجديده بتجذب الشركات، فبالتالي بتجذب برضو في المحيط من الشركات المناطق السكنيه، الناس بتحب انها تسكن جنب الشغل بتاعها. صح. فده مصدر جذب كبير جدا موجود في القاهره الجديده. ايه اكتر المناطق بقى المتوقع نموها الفتره اللي جايه؟ العاصمه الاداريه ابتدى يبقى فيها حركه غير مسبوقه، شايفين دلوقتي حركه الوزارات، شايفين حياه لاول مره موجوده في مولات فتحت. مولات فتحت، في طلاب، في دفعه اتخرجت من جامعه هناك، ففي حركه غير مسبوقه الحقيقه في العاصمه الاداريه موجوده. العميل بقى قدامه المئات من المشاريع، يعني هو ما بقاش عارف يشتري سكني ولا يشتري مكتب اداري ولا يشتري وحده تجاريه. تنصح حضرتك بايه؟ ان الواحد يشتري وحده تكون قابله للايجار، يمكن دي احسن حاجه ممكن الواحد يعملها. انصح الناس اولا لو هتشتري سكني، طبعا السكني هو الحصان الرابح دلوقتي، الناس بتشتري سكني بكثره. ان انواع تانية من العقارات يمكن الناس ما عندهاش درايه قوي بطريقه التشغيل بتاعها. لو هنتكلم على تجاري مثلا، سيبك من الفندقي، طبعا هو في ناس ساعات بتشتري شقق فندقيه ولكن ده مش هو، شريحه قليله. شريحه قليله. التجاري والاداري الواحد لازم يفكر الاول هو هيأجره لمين، وايه المساحات المطلوبه عشان تتأجر. يعني الواحد ما يفرحش بالسعر قد ما يفرح بهو ان هو عنده يعني مساحه تكون قابله للايجار والتشغيل. التجاري اصعب. التجاري لو الواحد ما جابش، لو ما عرفش يظبط المساحات، ولو المشروع ده متباع هيبقى صعب السيطره عليه. كل نوع نشاط ليه حجمه مختلف، يعني السوبر ماركت بيحتاج مساحات كبيره، كافيهات بتحتاج مساحات صغيره. على فكره المستهلك مش شرط انه يبقى على درايه، بس لازم يبقى في شركه اداره قويه، وشركه الاداره دي حاطه خطه. لو هو ما عندوش النو هاو، يبقى ماشي ورا شركه اداره او مطور قوي عنده خطه محطوطه لاداره المشروع. بتفسر بايه ان في الفتره الحاليه ابتدينا نشوف مطورين بيربطوا سعر الوحده بالدولار؟ احنا قلنا قبل كده ان احنا بنشتري عشان نتحوط ضد، يعني السبب الرئيسي الناس بتشتري عشانه عشان تتحوط ضد انخفاض قيمه العمله بتاعتها. قيمه العمله لو السعر بالدولار الناس مش هتستعجل، الا لو ده مشروع مميز وفعلا الواحد عاوز يبقى موجود فيه. بس ان احنا نعمم الموضوع على السوق مش هينفع. توقعاتكم للفتره اللي جايه، نهايه السنه وسنه 2024؟ ده سؤال صعب جدا. الاسعار هتزيد تاني، لان احنا ما قلنا 45% زياده في الاسعار، اللي هي اعلى حاجه وصلنا لها في القاهره الجديده بمقارنه بالسنه اللي فاتت. معناه ان هو الفجوه اللي حصلت في العمله لسه ما وصلنا لهاش. طول ما في زياده في سعر التكلفه، طول ما الاسعار هتفضل تزيد. تصدير العقار، انا اخشى ان الكلمه دي تفقد رونقها وتفقد اهميتها من كتر ما احنا بنقولها، وبحس ان مش ده تصدير العقار اللي احنا مستنيينه. لكن القوانين الجديده اللي حضرتك شايفها، راي حضرتك فيها ايه؟ يعني انا اعتقد ان احنا يعني ما بنصدرش عقار، احنا في الاخر احنا بنعمل حاجه اسمها كروس بوردر انفستمنتس، بنحاول ان احنا نوجه مستثمرين او مشترين ان هم يشتروا في مصر. مشترين دول افراد او صناديق. الصناديق عشان تدخل مصر محتاجين طبعا بعض القوانين الاضافيه، وعلى فكره وهم شغالين عليها حته السستينابيليتي دي مهمه جدا. الاستدامه دي برضو على فكره بتخش من ضمن المعايير اللي بيقيسوها للدول التقدم الدول. السياحه طبعا ده احد مصادر الجذب، لان الناس لما بتيجي بتعيش هنا وبتخرج وبتتفسح وبتروح البحر بتشوف ان ازاي نمط الحياه لطيف في الحقيقه، والجو عندنا حلو جدا. فهو بالنسبه لهم طبعا ان هو عندنا شمس 365 زي ما بيقولوا، يعني طول السنه عندنا 365 يوم، هم عندهم العكس.
الصناعة، الخدمات، أي حاجة بنصدرها من مصر دي هتجذب أجانب. الحتة المهمة اللي دايما بتكلم فيها، تصدير العقار لازم يبقى مربوط بالبروبرتي مانجمنت والفاسيليتي مانجمنت. مفيش حد هيشتري حاجة في دولة تانية نص تشطيب او ما يعرفش يأجرها او ما يعرفش حد يأجرها له. احنا محتاجين المئات من شركات البروبرتي مانجمنت او شركات إدارة اصول العملاء. اكيد اكيد ده عنصر مهم طبعا. بص هي لسه طويلة، خلي بالك، هي مش بس يعني بروبرتي مانجمنت، طبعا هي حقوق الملكية اللي هو الريجستريشن، التسجيل. لحد دلوقتي عندنا مشكلة في موضوع التسجيل ده. انا قعدت ابص على احد التقارير بتاع جي ال ال من فترة كده، كان بيتكلم على حركة الاستثمارات في العالم، لقيت ماينس نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، بس كله بالسالب. يعني الاستثمارات بتقل في كل الدول ما عدا المكسيك. هو ايه اللي حصل عندهم في المكسيك؟ المكسيك اولا موقعها، احنا دايما بنقول على الموقع الجغرافي لمصر، احنا موقعنا جغرافي، عندنا اسيا افريقيا واوروبا، فاحنا فعلا موقع مميز. هم بيعملوا ايه؟ هم زينا، العمالة ارخص من امريكا، هو بيخدموا على سوق ايه؟ سوق امريكا. سوق امريكا ده سوق كبير جدا، بيصنعوا عندهم. لو شوف الصناعه في المكسيك قويه ازاي، بيدوا زي حقوق ملكيه للمالك من خلال منظومه البنوك. يعني دي دعوه لدراسه التجربه المكسيكيه. الحقيقه التجربه المكسيكيه انا عجبتني. وجود كيان عالمي متخصص في تنفيذ الدراسات العقارية على أرض مصر مؤشر على قوة السوق العقاري المصري، خصوصاً لما نتكلم عن شركة بحجم JLL، خبرات مهولة في مجال الاستشارات والدراسات العقارية، ودايماً بيضعوا خطط آمنة لإدارة تنفيذ المشروعات وتخفيف الأعباء عن المطورين.